هل كان هناك أيضا فرص لتدريبهم في عدد من الوسائل الإعلامية؟ وندعوكم، هذا الأمر استمر على مدار سنوات، هو يشبه دراسات للماجستير. تخيل في القاهرة ما الذي يمكن أن يحدث بالنسبة للعلاقة مع الصحفيين والإعلام. هل يمكن أن يتم دعوة عدد أقل أو أكبر لتبادل المنح والخبرات في القنوات التلفزيونية، ونرى كيف يمكن التعامل مع الواقع وننقل الصورة لباقي العالم؟ هذا استثمار استثنائي، فهل يمكن أن يتم إيفاد شخص لمثل هذا الأمر لمشاركة هذه الرؤية معكم والنتائج التي حققناها في هذا الصدد والاحتياجات المطلوبة؟ هذه فكرة جيدة وأنا أدعم هذه الفكرة، ويمكن أن تساعد أو نساعد في تحقيقها. في الاتصال دعني أرى من مسؤول الاتصال، وسوف أدعوهم لأن يأتي إلى قنواتنا لأن يشرح للخارج الواقع الأمريكي، خاصة بين الشعب الأمريكي. أنا سعيد بهذه الفكرة. سوف يشاركون معكم التكنولوجيا المتطورة والمعلومات وتقنيات المعلومات والتكنولوجيا فيما يتعلق بوسائل الإعلام. سيكون هناك فرصة لنقل الحقيقة من قبلكم. أيضا سوف يدركون الواقع بأنفسهم. المشكلة أن كل شيء بالداخل هنا واضح، الأمر الواقع هنا واضح، ولكن هناك رسائل سلبية من قبل البعض الذين يريدون أن يصدروا صورة خاطئة عن مصر. مصر تزدهر وتحقق تقدم. إذا ما قمتم بزيارة أو دراسة لمصر بشأن السنوات السبع الأخيرة ستجد النتائج هائلة بشكل لا يصدق. العاصمة الإدارية الجديدة بعيدة عن القاهرة بخمسين كيلو متر، حجمها ثلاثة أضعاف القاهرة بالكامل، مساحتها ضعف القاهرة ثلاث مرات. القرية الذكية، سيكون هناك نقل لهذه العاصمة خلال شهور قليلة. الرئاسة والحكومة والبرلمان، وسوف ينتقل الكثيرون إلى هناك. هناك وحدات سكنية بالفعل مكتملة الإنشاء، الطاقة الخضراء والمرافق المتطورة. الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ شهرين أعلن عن الجمهورية الثانية، وهذا يعني الكثير لحياة الشعب وحياة الناس وحقوقهم. منذ أسبوعين أعلن عن إلغاء حالة الطوارئ التي أعلن عنها منذ 10 سنوات. الآن مصر ليس بها حالة طوارئ بسبب الأمن والاستقرار في مصر، في ربوع مصر كلها. نحن نهزم الإرهاب الذي يقف أمام الإنسانية ويقف أمام كل ما نحقق من تقدم. الإخوان المسلمون لا علاقة لهم بالشعائر الإسلامية والفكر الإسلامي، نحن نهزمهم. أعتقد أن مصر آمنة ومستقرة وتحقق تقدم. إذا ما رأيتم ما حققناه، معدل النمو تجاوز 5.6%. أيضا نسبة الإشغال في الفنادق تصل إلى 90%. السياحة تعود بشكل كامل لكل المدن. اكتشافات الغاز والنفط تزدهر وتتسع. أيضا الشركة الإيطالية تستثمر الكثير في البحر المتوسط وفي الأراضي المصرية، ونجحوا في تلبية الطلب الداخلي، ونحن نصدر إلى أوروبا وأسواق أخرى. إذا ما درستم ما حدث
في كل محافظة، 28 محافظة، ستجد تغير كبير. مشروع ضخم يتم في المدارس وفي المرافق، فوائد هذا المشروع سوف تلمس 58 مليون نسمة من الشعب المصري، حياة جديدة، مساكن جديدة، أسلوب معيشة مختلف. المشروع خلال 4 سنوات سوف يكلف 700 مليار جنيه، يركز على الفئات الأكثر فقرا بين الشعب. إجمالي المشروع في 7 سنوات 14,000 مشروع مختلف ضمن خطة هذا المشروع: أسرع الصناعة، الإسكان، التعليم، الرعاية الصحية. مصر تزدهر، وهذا مثال جيد على سرعة النمو التي تحدث في كل ربوع مصر. أعتقد أن هذه نقطة تحول. الرئيس السيسي عندما ألقى خطابا وتحدث على ما حدث على مدار 6 سنوات مقارنة بما حدث على مدار 20 عاما مضت، هذه رسالة: ما حدث في 6 سنوات يتجاوز ما حدث خلال 20 عاما. هذا أسلوب حياة جديد في مصر. بعض المعلومات والتقارير تتحدث عن ما ننوي القيام به في الجمهورية الثانية التي أعلن عنها الرئيس السيسي.